إنه في قطعة أرض كانوا أمي وأبوي جنبي، وأبوي هو اللي شرى الأرض لنا على أساس إنه بيتنا الجديد وبس، وكأني كأن البيت لسه الأرض لسه قاعدة تنبنى يعني. انت في حد خاطبك، في احد كلمك على الزواج، حاليا لا ما في. في احد تعرفيه تتوقع يتزوجك او يطلبك للزواج؟ ما أدري والله ما الآن في، ما في. ما في، ما في. سبق إيوة في يتم كثير الحلم، تكلموا بس ما يتم تكمل. الحلم، يتم الحلم على حاله. اذا بتدخلي مشروع او تجاره او سكن، ارجع اسالي اهل الخبره واللي مرت عليهم الامور هذه. لا تنتقل لحالك، لانك انت مشجع على الفكره. في بعض الاحيان، استثناء بسيط جدا، الارض الثانيه تكون زوج او شخص يتقدم من اهلكم او اقاربكم، وربما ينال رضا والدك، يعني والدك ووالدتك يفرحوا فيه او يعني يتقبلوه، وليس من ضروري ان يكون ابن عم او ابن خال، يعني يكون من الحمد اطراف لله. القبيله. انا عارف طيب اصلا، ما اسمع ابن عم وخال، انا غدني عارفته اصلا، هو بايع الدنيا، لا صحيح من والله. الدنيا يعني، من المحيط. ماشي ايه يا بنتي؟ تمام. فهذول التفسيرين الظاهرين لهذا الحلم. بارك الله فيك.